السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله جات لكم فيديو جديد بحية المنزلية هائلة غتفيدكم وتسهل عليكم الكثير، وبالاخص في الشهر الفضيل باذن الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والهنا وراحة البال، والله يحفظ الجميع يا رب. مع منظمات هائلة متعددة الاستعمالات غادي توفر لكم المساحة كذلك. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة والاتجاهات الرائعة ديالكم. وما تنساونيش بلي لايك والبارطاج، واللي كيهمو الامر وبغى يكتشف هاد الحيل وهاد المنظمات ما عليه الا يتابع الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. غندوزو لاول حيله كما كتشوفوا معايا متعلقه بالبيض. كما كتعرفوا البيض يعني كنستعملوه بزاف بالاخص الحلويات هكا، ولكن فاش كنبغيو نعزلو الصفار على البياض راه عطيتكم عده طرق. اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم واحد الطريقه اللي سهله وممكن اي مبتدئه ديرها. شنو غنديرو؟ غادي نجيبو البيض ديالنا. اول شيء غنكونو غاسلينو ومجربينو في ديك اللعيبه ديال الماء، يعني كتخمر واحد الاناء بالماء كتشوفوا البيضه واش هبطات. الا هبطات مزيان راها صالحه. كنهرسو البيضه ديالنا اول شيء، وكنديروها واحد الزلافه ولا جبانه ولا اي حاجه. اشنا هي الطريقه اللي غادي نديرو؟ الطريقه اللي غادي نديرو هي اننا كنجيبو هاد البيضه ديالنا اول حاجه، وكنشدو بالكاس هاد الصفار هذا بهاد الطريقه هادي كما كتشوفوا معايا. كنتمنى يكون واضح لكم. وفاش كنشدو هاد الصفار بالكاس كما كتلاحظوا معايا، يعني كنفرغوا البياض، كنتمنى يكون واضح لكم باسهل طريقه. يعني هاد الطريقه سهله، ديجا تقاسمت معكم بزاف ديال الطرق، ولكن هاد الطريقه ممكن ديرها اي مبتدئه. كاين الطريقه ديال القرعه، كاين يعني الطريقه ديال الدواز، يعني بزاف ديال الطرق، ولكن هاد الطريقه هائله وممكن اي مبتدئه ديرها بسرعه. تعزل البياض على الصفار ويبقى ليها الصفار بوحدو بلا ما يخسر بلا حتى شي حاجه، وبلا ما كذلك تضيعوا وتخلطوا مع البياض. نتمنى هاد الحيله البسيطه الاولى انها تفيدكم باذن الله. وغندوزو الحيله الثانيه، وغندوزو الحيله المواليه متعلقه بالكؤوس. اشنو غنديروا لهاد الكؤوس؟ هادو هاد الكؤوس اللي كيكون صعيب علينا ننظفهم، بالاخص اللي كيكونوا دايرين هاد الزخرفه بهذا الشكل هذا، وهاد اللي كيكونوا مزينين بهذه الطريقه هذه كيكونوا محفرين من برا، يعني كيدخل لينا البقايا ديال الشاي، يعني شي مره هكا ديك الصفوريه كتكون هنايا. وكما كتعرفوا هادو ما تغسلوهمش نهائيا بالمبيض. اللي بغى يحافظ على هاد الكؤوس هادو ما يغسلهمش بجافيل، لان جافيل كيبهتهم وما كيبقاوش صفرين هنايا، ما كيبقاوش مذهبين. كنتمنى يكونوا واضحين لكم اللي كنكونوا مخبين هكا الضيوف. الطريقه باش غنضفوهم من هنا ومن القاع اللي كيبقى لينا صفر من برا، يعني كيبقى لينا واحد المنظر فيهم مزعج، كنحتاجوا غير الحامض والخميره ديال الحلويات، اولا ممكن نستعنوا بيكربونات الصوديوم كذلك الا كانت متوفره عندكم. كنقطعوا هاد الحامضه على جوج، كنديروا هاد نصف حامضه وكنديروا فيه شويه من بيكربونات الصوديوم اولا شويه من الخميره ديال الحلويات بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. وكناخذوا هذا القعر هذا ديال الكاس كما كتشاهدوا معايا، كنتمنى تكون واضحه لكم الطريقه بهذا الشكل هذا. وكنخليو هاد الكؤوس ديالنا واحد المده على ما تعطي هاد الخميره ديال الحلويات اولا بيكربونات الصوديوم والحامض المفعول ديالها. وكنجيبو واحد الشيته ديال الاسنان ديك باش كنغسلو الاواني، وكنبقاو نحكو هاد الاماكن هادي اللي هي صعيبه علينا، وكيبقاو لينا فيها دوك الاوساخ اللي كيحرجونا، يعني كيكون الكاس نقي ولكن هاد المكان صفر. بهاد الطريقه هادي كنتخلصو من ديك الاوساخ بكل سهوله، يعني طريقه هائله. وفي القاع ديال الكاس ممكن ديروا غير قطرات ديال الخل وشويه ديال الخميره ديال الحلويات الا كانوا الكؤوس صفرين من الداخل، وكذلك يرجعوا جداد ولا معنا شلل الكاس وتشوفوا. لاحظوا معايا النتيجه، ولاحظوا هذا الكاس اللي باقي ما درت ليهش، يعني لاحظوا النتيجه الهائله واللمعان الرائع. نتمنى يكون واضح لكم، راه ولا الكاس كيلمع، يعني ولا ولا براق، ودوك الاماكن الصعبه ولاو بحال يلاه شرينا الكاس. ندوزو الحيله المواليه اللي هي متعلقه بالترموس. يعني جاوني تساؤلات، واخا كينظفوها يعني دائما تبقى فيها واحد الرائحه غير مرغوب فيها. رانا تقاسمت معكم عده حيل باش انكم تنظفوها وتخليو ليها كذلك ديما تبقى رائحه جميله. خليكم روض اسئله الفيديو، هذا الفيديو فقط اختصارا للاخوات اللي ما شافوش هذوك الحيل.
دائما ردوا البال للغطاء، يعني الغطاء هو اللي كيتسبب لكم في هذا المشكل، هذا هو اللي كيخلي لكم ديك الرائحه الغير مرغوب فيها. رانا ديجا كنت قلتها لكم، ولكن كاين الاخوات اللي ما شافوش هذاك الفيديو، يعني دائما تبقاو تحلوها من هنايا وتجيبوا واحد الشيته ديال الاسنان اللي متعلقه بالتنظيف وتنظفوا هذه الاماكن هذه اللي كتنساو، اللي كيدخل ليها الحليب اولا كتدخل ليها القهوه، وانتم كتنظفوا غير سطحيا من هنايا، ولكن هذا المكان هذا كما قلت لكم هو اللي كيتراكموا لكم فيه داك البقايا ديال الحليب، وكيبقى يعطيكم رائحه غير مرغوب فيها. وكما قلت لكم باش تتفاداو هذيك الرائحه، دائما خذوا واحد طابي ديال المطبخ ديروا فيه اللي بغيتو، يا قشور ديال البرتقال هذا راه جاف كما كتشاهدوا معايا، هاد القشور هادو راهم جافين، اولا ديروا عويدات ديال القرفه، اولا ديروا الفانيل اللي بغيتو نتوما، يعني اي حاجه تديروا واحد الورق ديال البابي ديال المطبخ باش يشرب كاع الرطوبه، وكديروا اي حاجه من الداخل. وفاش تبغيو دائما تسدوها يعني حاولوا انكم غير تحطوا الغطاء، يعني غير تحطوه ماشي تزيروه. كنتمنى هاد الحيله كذلك انها تفيد المبتدئات واللي ما عندوش هاد الفكره. وغندوزو للحيله المواليه، وهي كيفاش نحافظوا على هاد البرد ديالنا ديال الشاي اولا ابريق الشاي، وبالاخص هادو اللي كنستعملوا يوميا يعني باستمرار، كيفاش اننا نحافظوا على هاد المكان هذا كما كتشوفوا معايا انه كيحترق لينا بالبوطه وكيولي كحل، يعني كاينين البرد اللي كيتحرقوا لينا من هنايا. اشنو كنحتاجو؟ كنحتاجو ورق الالومنيوم، هو اللي كنحتاجو في هاد الحيله هادي كما كتشاهدوا معايا. غادي نجيبو، غادي نقطعو واحد القدر اللي حنايا بغينا، غادي نثنيوه هكا على جوج اولا على بحال هاد الشكل هذا الا كان البراد صغير، وغادي نجيبوه لهاد المكان هذا اللي كيتحرق لينا منه الابريق ديالنا كما كتلاحظوا معايا، بالاخص هاد البراد هادو اللي كنحطوهم هكا على البوطه، وهاد البلاصه هادي يعني كتولي لهم كحله بهاد الطريقه هادي، كتحميو الابريق ديالكم يعني ما كيتحرقش من هاد المكان هذا. وحتى هذا الا خفتو عليه يعني كديروا ليه نفس الطريقه، هاد اليد ديالو حتى هو كدوروا عليها يعني الورق ديال الالومنيوم بهاد الطريقه هادي، باش دائما اليد ديال البراد ديالكم ما تكونش كحله من التحت. الا بغيتو تحميو ليهم اليد ديالهم من هاد المكان هذا يعني باش ما تحرقش، كديروا ليها هاد الطريقه. والطريقه الرائعه اللي بغيت نذكركم بها، هاد البرارد هادو اللي ما كنستعملوش حتى تيجيو عندنا الضيوف، دائما خذوا هاد السلوفان هذا ولويوه على البراد ديالكم، يعني راه كونوا امنين ان حتى شي حشره حتى شي حاجه ما كتدخل. طريقه هائله وعمليه، كنتمنى انها تفيدكم، وبالاخص هادو اللي كنستعملو يوميا ما عليكم الا انكم تاخذوا بابي ديال المطبخ وكتلويوه وكتدخلوه في هاد المكان هذا، ودائما البراد ديالكم باش تحافظوا عليهم من الداخل ما يصديوش، ديروا لهم هاد البابي ديال المطبخ من وراء اي استعمال هكا فاش تنشفوهم، باش دائما يبقاو معكم ما يصديو ما حتى شي حاجه. وبالنسبه الى عوجت لكم شي قفاله، يعني الا كان شي غطاء ما كيتسدش، تديروا البراد وتيبقى البراد ديالكم عوج بحال هكا بهذا الشكل هذا، كتاخذوا غير معلقه وكديروها بهذا الشكل، تحاولوا انكم تضغطوا عليها، يعني ديروا معلقه وحاولوا انكم تضغطوا بهذا الشكل هذا، كيرجع الغطاء كيتسد بواحد الطريقه هائله. يعني نتوما على حساب واش ميل لذاك المكان ولا ميل لهنا، يعني تحاولوا انكم تقادوه وديروا معلقه بحال هكا وتضغطوا عليه صافي، وكيرجع البراد ديالكم تيتسد بواحد الطريقه هائله. كنتمنى هاد الافكار هادي على البراد انها تفيدكم، وندوزو للحيه المواليه. وكذلك استعدادا للشهر الفاضل باذن الله ولا للاستعمال اليومي، انا كنصحكم دائما بجوج قرادات ولا ثلاثه باش تفاداو هكا الميكروبات، وتفاداو انكم الله يحفظ تمرضوا راسكم وليداتكم. اشنو غديروا؟ غتاخذوا وحده نخصوها غير للسلطه، ولا بغينا نقطعوا شي حاجه اللي هي ناشفه، والاخرى نخصوها غير للحوم، يعني باش ما نبقاوش نتفاداو بزاف ديال الاشياء. ودائما التعقيم ديال هاد القراده هادي، كتشدوا الملح ديالكم الا ما عندكمش بيكربونات الصوديوم، كتشدوا الملحه وكترشوها بالاخص على هاد القرادات اللي كيكونوا فيهم خدوش، ولا دوك اللي كيكونوا يعني كتدخل ليهم ديك البقايا ديال اي حاجه قطعتوها، وكتجيبوا الحامض وكتبقاو تحكوا على القرادات ديالكم، يعني من وراء اي استعمال من الاحسن. وقطرات ديال الخل، يعني كتكونوا انكم عقمتوا القراده ديالكم بواحد الطريقه هائله، وممكن الا عندكم حتى بيكربونات الصوديوم هكا من الاحسن حتى هي، كترشوا القليل على القرادات ديالكم وكتغسلوهم بالحامض اولا تديروا قطرات ديال الخل، يعني هذه الطريقه راه هائله بالنسبه للقرادات، يعني كتحيدوا لهم هذوك البقايا ديال الاوساخ ودوك، يعني كتعقموهم بواحد الطريقه هائله، تشلهم بالماء سخون وكتحطوهم هكا في الشرجم اولا باش تضربهم الشمس. كنتمنى هذه الحيله كذلك تفيدكم. وبالنسبه للفكره المواليه، وهي هاد المنظمات الرائعين اللي غادي نشارك معكم باذن الله بعض الاستعمالات فاش غيفيدوكم، لانهم رائعين رائعين، وغادي تستغلوهم في البلاكار ديالكم وفي الثلاجه في اي مكان نتوما بغيتو. غادي نشوفوا بعض الحيل فاش غادي يفيدونا هاد المنظمات هادو، اننا ممكن نستغلوهم في البلاكار ديالنا.
كتشوفوا معايا ممكن نديرو فيهم المواد الغذائيه بهذا الشكل، ممكن نظموا فيهم هكا المربى ديالنا، يعني اي حاجه نتوما بغيتوا تنظموها في هذه المنظمات. انا كنعطيكم فقط بعض الافكار يعني باش انكم تقدروا تستغلوهم في البلاكار ديالكم ديال المونه ولا ديال التقديه ديالكم اولا اي حاجه، باش كلشي يكون واضح لكم ما تكونوش مربجين باذن الله. كما كتلاحظوا معايا يعني اي حاجه ممكن تستغلوها، منظمات هائله وافكار رائعه يعني ممكن تفيدكم باذن الله. ديروا فيهم اللي بغيتوا بهذه الطريقه هذه، يعني كيهزوا لكم اي حاجه نتوما بغيتوها. كما كتلاحظوا معايا ممكن ديروا بهذه الطريقه هذه انكم ديروا المربى، ديروا هكا القهوه ديالكم يعني الخميره ديالكم، اي حاجه اتاي اي حاجه بغيتوا. وكما كتلاحظوا معايا يعني ساهلين، يعني ممكن انكم تحطوا كذلك منظم على منظم بهذا الشكل هذا، يعني كتستغلوا حتى المساحه، ماشي بالضروري انكم ديروا منظم حدا منظم، يعني ممكن ديروا منظم فوق منظم بهذه الطريقه هذه، وكيبقاو ثابتين ورائعين يعني، وكيستغلوا بهم المساحه اللي نتوما باغيين. كما ممكن كذلك انكم تتفوا فيهم بهذا الشكل هذا، اولا ممكن ديروا فيهم كذلك قرعه ديال الخل بهذه الطريقه هذه، يعني تتفوا فيهم كذلك مثلا القرعه ديال الخل ديالكم، ممكن ديروا فيهم الزيوت ديالكم حتى بالنسبه للزيوت او العسل او اي حاجه، يعني عندهم هذا المكان هذا حتى حاجه ما كتسرب، ولكن باش تزيدوا تحميهم اكثر واكثر. كما كتشوفوا معايا يعني الا بغيتوا ديروا فيهم قرعه ديال الزيت اولا اي حاجه ضروري ما تفرشوا لهم هذا الورق هذا، باش تحميو البلاكار ديالكم، يعني فعالين وهائلين في التنظيم. يعني كما كتشاهدوا معايا ممكن ديروا فيهم قرعه هكا ديال العسل، يعني اللي بغيتوا كديروا في هاد المنظمات هادو وكتستغلوهم نتوما كما بغيتوا، وكذلك اللي بغى يستغلهم حتى في الثلاجه يعني رائعين. ممكن انكم ديروا اي حاجه نتوما بغيتوا في الثلاجه ديالكم، وكذلك ممكن انكم ديروهم في المجمد. باقي باذن الله الا تقاسمت معكم التنظيم ديال المجمد غادي تشوفوني كيفاش غنستغلهم كذلك في المجمد، يعني هائلين وفعالين، وكتستغلوهم في اي مكان نتوما بغيتو، يعني رائعين في التنظيم وهائلين. كنتمنى هاد الافكار البسيطه اللي تقاسمت معكم هاد المنظمات الجميله اللي هائله وسهلين، وانهم ما تاخذوش لينا لي سباس، يعني كما كتلاحظوا ما فيهمش العرض بزاف وما فيهمش، يعني هائلين وعمليين. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وانكم باذن الله تستفدوا من هاد الافكار هذه. كنتمنى هاد الافكار اللي تقاسمت معكم اليوم بسيطه انها تنال الاعجاب ديالكم، وانكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وهاد الحيل باذن الله تنال الاعجاب ديالكم كذلك. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه وعلى التشجيعات الرائعه ديالكم وعلى التعليق ديالكم الطيبه والمحفزه، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائده كذلك تعم، وتخليو ليا لي لايك اللي كيشجعوني، وتنتظروا الجديد ديالي وانا كذلك في انتظار تشجيعاتكم الرائعه. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة، وشكرا على المتابعة.